بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم شباب، شو مسوين؟ معكم احمد وشوق اكس بونج. مقطع جديد، مقطع اليوم تكلمت عنه سابقا في حسابي في الانستا. اذا ما انت تتابعني تابعني هناك، نفس حسابي في اليوتيوب فوق بالانستا، او انزل تحت في الوصف تلقى الرابط موجود. طيب، الفكره كالتالي: احيانا انت دخلت مثلا ارينا، او دخلت مثلا بطولات او فيها ناس بينجهم اقل من بينجك، او حتى كرييتيف اذا لعبت مع ناس من الشباب بنقين، ايش تسوي يا طويل عمر السلامه؟ في حركات انا راح اعلمك عليها الان باذن الله، انا راح تفيدك. المقطع راح تكون فيه الجودات بعض اللقطات مي بواضحة، انا اعتذر انها كانت ماخذها من جهازي القديم اللي كنت العب فيه ولعبت في الجودات شوي، فاتمنى انكم تعذروني على الموضوع هذا. طيب، فيه بعض اللقطات للسكريمز تفيدك، وفي بعض اللقطات تفيدك للكرييتف، وبعض اللقطات تفيدك للاقيام العاديه. انت ابيك بعد ما تشوف المقطع تاخذ واحد من اخوياك وتقعد تطبق عليه جربه كرييتف لين ما تصير خلاص تلقائيا تسويها. انا جالس اشتغل على نفسي فيها، وابغى برضو انتم تشتغلوا على نفسكم فيها. باذن الله هذه راح تكون سلسله في القناه، بحيث انكم تستفيدون انتم في رمضان وتطورون من نفسكم، وانا برضو اطور من نفسي. ما في احد كامل، لكن مع بعض باذن الله نكون افضل وافضل. عموما طولت في المقدمه مره ثانيه، انا اسف. اتمنى قبل لا ندز في المقطع اذا عجبك تعطينا لايك، واذا انت ما انت مشترك تشترك كل يوم باذن الله مقطع، هذه السلسله راح تكون متواصله. فعل الجرس كود لايك تشوف بسكسبي. اترككم مع المقطع، امان كريم. طيب، اول لقطه غالبا يا اخوان اذا كنا نلعب سكريمز الواحد يحاول قدر المستطاع انه يلقى الرفت. الرفت اذا لقيتها تحاول تستخدمها لاصغر زون بحيث انك تطلع للهاي بسرعه وما تلعب بمواردك. لكن فيه شيء لو تضبطه وتتفاهم انت وخويك فيه، والله العظيم ان ترفع وتغضب من ضدك بشكل غير طبيعي. بتقول لي كيف؟ كل المتطلبات عزيزي المشاهد حاجتين: رفت، سيمتكس. بفتح وامشي على طول. الحركة اللي بعدها هذه برضو تنفع ضد الناس اللي صعب انك تشيل منهم بنيات، بسيطة جدا. تمركز بأحد الزوايا المربع اللي تاكي فيه الخصم، وكسر أربع جهات موضحة قدامك الآن. ما راح يدري يمسك مين ويخلي مين. تبدأ الآن أنت تفكر قبله وتاخذ البناية قبل. ثلاثة أربعة، الحين كلها لي. ابيك تسوي بس زاويه من اي زاويه، من اي زوايا، اي زاويه تبغى خلها في الجهه بهذا الشكل كذا. حلو، واضرب. شوف، اضرب يمين ويسار والطرف هذا. وين الطرف هذا؟ طلع الطرف اللي بضرب لك. شوف هذا الطرف الارضيه، فهمت؟ اضرب. الحركة الثانية، انت واحد الان هو قدامك وانت قدامه، مثلا انك انت بنيت الهرم الدرج قبله وهو شارك بهرم، فما نخش عليك وبيلقمك تراب. انت تبي تسوي كذا بس خلاص. ما شاء الله. الحركة ان اذا واحد قدامك بناية ومترتب وتشوفه معرق، كل اللي عليك تروح تعطيه الدرج، اقلبه، لازم تقلب الدرج او تخليه اي جهه ثانيه، ثم الصق ببنايته وعلق على ال2. هو غالبا راح يسوي دريشه عشان يعطيك هد. كل اللي عليك اول ما يسوي الدريشه راح يدمج الدرج، تفك الاذن تمسكه تصفق على راسه. الان في واحد فوقك قاعد يحاول يذبحك، اطلق عليه زي كذا بتخرطني. بسولتك بسولتك بسولتك. طيب الان هو قاعد يخرج، اوكي؟ اول ما تشوفه يوقف او بيريح انتظر يريح، انا تمسك يدك هنا ويدك هنا، اوكي؟ تفك على طول. انا بكون فوق الان وبانتظره. سوي زياد، انت كيف طلعت الفكره؟ ما راح اشوف وين مكانه بسبه الكسره هذه. طيب هو قدامي الان، اعطيك كذا ادت والف. الان انت معاك سيمتكس، تمام؟ هذه الحركه تنفع مع الناس المبنقه اللي عندهم اللي صعب انك تاخذ عليه الجدار، تمام؟ طيب الان هنا في واحد قدامك وفرضا نقول ان بنقك زباله ما تقدر تسحب منه بنايه ولا ودك تخش معاه فايت. كل اللي عليك تعطيه سيمتكس على الجهه هذه مثلا، هو بيحاول يقفل، تجي على الجهه هذه على طول تعلق على ارضك، امسك الجدار، بيكون عندك جدار جاهز قدامك، لانه هو ايش يكون مفكر فيه واللي شاغل عقله، بيكون يحاول يقفل في جميع الجهات، لان السيمتكس بتكسر كل شيء. السيمتكس يعني لو رميت سيمتكس هنا كل شيء راح يتكسر. عشان كذا هو بيقول يلفلف وبيحاول يقفل، انت بتكون اوريدي ماسك جهه واحده معينه، هو بيكون كل اللي شاغل جهته المكان اللي فيه السنتس، وراح تفيدك هذه مره طبعا.
طيب قدامك واحد من بنك، منك تاخذ من الهرم، شو تسوي؟ تجي كذا طول عمر سلام تذكي بالزاويه هذه مثلا وتقعد تكسر عليه كذا، تنزل عليه على طول. ليش؟ لان هذا زي الجلتش، اذا ظهرك خاش بالجدار، خليك مره ثانيه، اذا ظهرك خاش بالجدار او بالزاويه وقعدت تكسر على هذا الشكل راح تخش على اللي ضدك على طول، تعطيه على راسه، يعطيك على راسك، عاد انت رياكشن حقك. الان انت داخل على واحد فايت بهذه الطريقه، حطيت الدرج بهذا الشكل وحبسك في كل مكان ويبغى يلقمك فخ. طبعا الان هو على طول براسه انه بيلقمك فخ. افضل طريقه انك تتفاداها اذا ما راح تخش وما ودك تخش فايت معه، اقلب على طول البنايه واطلع على طول سري سري، خله هو هرمه تاك هنا يسولفون مع نفسهم. راح يقفل غالبا الجهه هذه والجهه هذه، ودائما وراه ما في اي واحد جاي يحط فخوخ يقفل هنا. مستحيل مستحيل واحد بيحشر نفسه زي كذا. في النهايه هذا بيكون درج، يعني هو بيخاف انه يلقم منه. فغالبا الدرج هذا بيكون الجهه هذه بتكون مفتوحه، فانت اول ما تقلب عليه الجهه هذه راح تكون عندك الاولويه بانه هو حاط فخوخ على الجهه هذه، والجهه هذه ما يقدر يطلع، وبرضه عندك الجدار حقك تقدر تاخذ راحتك وتدمجه وتطلع من الفايت تاخذها يعني. تحت هنا وتعرفون الطلعه اللي يطلع بدرجين، واحد فوق وواحد تحت بهذا الشكل. في الغالب الناس تسوي، غالبا الناس انها تحط ارضيه، لكن افضل حركه انك تسويها انك تقلب الدرج وتحطه قبله وتقلبه وتخلي راسه ينشب بهذا الشكل كذا. ساهي مثلا برضو نفس الحكايه، في واحد يقدم عليك بهذا الشكل، اذا قفلت عليه لا تنزل له، تعال من هنا تلقاه واقف قدامك هو منصدم من الارضيه اللي موجوده هنا، وتصفق على طول انت، بيكون ايزي كل يا وحش. Congratulations. طيب افضل حركه اذا في واحد عاشرك، غالبا انك اذا سويت كذا يمكن تتدمج منه، لكن الحركه اللي هو ما راح يتوقعها، يعطيه فتحتين بهذا الشكل كذا، هو يمكن يحسبك بتنقذ وتطلق، يمكن يحسبك بتجي من اي جهه ثانيه، لكن افضل شيء تسوي ريسيت تتقدم. احمد اشباح بشكل اسرع. طيب الى هنا وصلنا للنهايه، ما ودي اني احط كل المقاطع في مكان واحد، ودي انوعها وخليها سلسله. اتمنى اذا عجبكم لو استفدت بشيء بسيط تدعمني باللايك، لايك جدا شيء محفز، واذا ودك تدعمني اكثر عندك برضو نشر المقطع، والله العظيم شيء يسعدني اذا شفت الناس قاعد تصور وسوينا حركه وضبطناها، ويعني قاعد الناس تستفيد. باذن الله نشتغل على بعض اكثر ونحاول قدر المستطاع ان نطور من نفسنا باذن الله انها تكون سلسله برضو. اتمنى اذا انت جديد على القناه تشترك وتفعل الجرس، كود الايتم شوب SXP. شكرا لكم، بترككم مع لقطات كرياتيف، اتمنى تعجبكم، في امان الكريم. تبغانا نبث ماوس كيبورد نلعب؟ لا طبعا. احمد والله اني سواح مره يا احمد، الله اني سواح مره. كلنا انا تاخرت شوي. انا ايمي في الفيديو. ايوه بالضبط. يلعن درجك في كل مكان. عندك سويدت، ليش ما تسوي دبل ايدت؟ كان اعطيك الحين اكس. يا عيال ويانا صعد محفوظ. وينك يا ناصر؟ من هذا؟ من هذا؟ هذا مين؟ انا بس اطير. هذا سعد. يا ويلي دق بس هبني والله ماني حالكم. ابن بعيد. كيف ما جاتك ذي؟ البنايه ناصر. ايش قاعد تسوي؟ قاعد تسوي بنايات. الله عليك راعي يدد. ايش
حتى صوت عشيقتك يخوف. ماما.